دي بقى مش تركيا ولا امريكا. وكل ناطحات السحاب دي انا في الفلبين، دي مانيلا وده مركز اسمه بي جي سي في قلب العاصمه الفلبينيه مانيلا. بلد عجيبه وغريبه، ناطحات سحاب يمكن اطول من نيويورك. صدمتني الفلبين، ما كنتش متخيل ان هي عليها كده يعني. بنعدي بس انا مش عارف رايحين فين، بس بنعدي مع الناس وخلاص. وده مكان اسمه ماركت كله مطاعم. بعد ما اكلت كنتاكي زي الخرا في المول، اكتشفت ان هنا في بقى سي فود وحاجات كتير كويسه. تعرفين ان التدخين ممنوع في الفلبين في الشارع؟ قرار سيء جدا 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 ان انت ممنوع تدخن في الشارع وفي الحدائق، وممنوع طبعا في البيت، وممنوع في البلكونات. عاملين كده اكشاك بعيدة جدا جدا جدا، ما فيهاش أي إمكانيات للمدخنين يقفوا تحتيها يشربوا سجاير. الموضوع سخيف جدا جدا جدا. لا الفلبين صدمتني في حاجات كتير. في حاجات منها كنتش متوقعها كده طلعت حلوة، وفي حاجات سيئة جدا. يعني برضو الشعب الفلبيني مش ألطف شعب، ولا الكلام اللي هما بيقعدوا يقولوه ده. لا في خباثة جامدة في الموضوع. ألطف شعب قابلته كان شعب التايلاندي والأندونيسي. يمكن أندونيسيين عشان مسلمين، معرفش. وده المحل اللي اسمه جالابي، ده اللي هو يعني زي كنتاكي كده وماكدونالدز. عندهم مكرونة وعندهم أهو، ده اشهر محل زي ماكدونالدز كده في الفلبين، مشهور جدا، عنده فراخ ومكرونه وبتاع، والناس بتحلف بيه بمعنى الكلمه. صدق في ناس بتيجي له مخصوص من بره الفلبين عشان تاكل فيه. المحل ده طلع اكله استغفر الله العظيم، اصلا الفراخ بتاعتهم ما تفهمش عليها لبن ولا ايه، طعمها سيء جدا بصراحه. فده مكان من الخوازيق برضو هناك، ماكدونالدز هناك اهو، كان من الخوازيق اللي خدتها في الفلبين. مول تاني، مول جنب مول جنب مول. هي بي جي سي دي كلها مولات. حبيت اوريكم الفلبين بس كده، مش جاي اعمل عنها فيديوهات ولا حاجه، تشوفوا الاجواء عامله ازاي. يعني اهو ده راجل حقيقي، ده مش تمثال، بس هو واقف زي تمثال عشان اللي يقرب منه يخضه. تايلاند بقى كان فيها حرية في التدخين في الشارع، المخدرات قانوني. أنا ما بشربش مخدرات، بس في احترام للمدخنين، درجة المخدرات نفسها قانوني، يعني المرجوانة والكلام ده كله. الفلبين حتى السيجارة ممنوع. طب الحكومة بتبيعها ليه؟ يعني أنتوا سامحين الناس تباعها بس ما حدش يقدر يشربها في أي مكان. حاجة غريبة جدا يعني. أه اللي يعيش ياما يشوف. الحمد لله أنا الواحد مش عايش هنا يا عم. وغالية الفلبين، أغلى من تايلاند على فكرة، مش زي ما أنا كنت متوقع. بص المنظر، اللي عايز يجي يعمل شوبينج بقى وما بيكونش بيدخن، هاي، وما عندوش مشكله في شبكه المواصلات اي كلام. المواصلات سيئه جدا هنا، مش زي تركيا ولا زي تايلاند. I'm not allowed to film. Why? I'm doing advertising for your country. اوكي. بليز كمان قال لي ما تصورش. يلا اهو من فوق، اهو قال لي ما تصورش. طبعا بستيزه حمراء، يعني حتى التصوير ممنوع سعادتك، فاهم. المهم اللي عايز يجي يعمل شوبينج بقى، بص الدنيا هنا عامله ازاي. اسعار كويسه بس اسعار السكن غاليه. اقل استوديو بيبدا ب 500 دولار في الشهر في مانيلا،
طبعا لو طلعت على الجزر هتبقى ارخص كتير، بس الجزر ما فيهاش اي امكانيات، ما فيهاش حتى اوبر، ما فيهاش مواصلات، ما فيهاش حاجه خالص، ما فيهاش ماركتات عدله، ما فيهاش مولات، الجزر فقيره جدا جدا جدا. المهم هو ده المول وبتاع مش عارف ايه. حبيت اديكم فكره عن الفلبين. ممنوع التدخين في كل مكان، ممنوع التصوير في كل مكان، والحياه غاليه جدا. اقل استوديو ب $500 في الشهر، $500 في الشهر.